تحية لكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة عن تطورات الأوضاع المختلفة. اليوم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف أنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ستواصل مساعدتها ومساندتها للقضية الفلسطينية حتى التوصل لدولة فلسطينية مستقبلية على حدود عام 1967. إن شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار وتبتدي اغاثه حقيقيه لاهلنا في القطاع في المجالات المختلفه. فكان لابد ان اقول الكلمتين الصغيرين دول، وايضا اكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمسانده للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله. وأكد الرئيس السيسي خلال احتفالية قدرنا باختلاف على حرص مصر على القيام بكل ما يمكن فعله تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشاد الرئيس السيسي على أن معبر رفح سيظل مسارا لإدخال المساعدات وإغاثة المصابين من الفلسطينيين. أنا حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. وده كلام مش بس، هي الفكرة كلها أن في أوقات الصراع بيبقى في كلام كتير وفي بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، كيف تابعت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفاليات قدرونا باختلاف عن الدور المصري والجهود المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين؟ بالطبع استاذ احمد، بعد التحيه لك ولكل مشاهدينا الكرام، انا تابعت هذا انطلاقا من دور مصر المستمر الداعي للشعب الفلسطيني وللقضيه الفلسطينيه، بحيث نلخصه في جمله واحده ان مصر شكلت صمام الامان للقضيه الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني، خاصه بعد العدوان الاسرائيلي على غزه في الثامن من اكتوبر الماضي. نقول بكل صراحه، لولا هذا الدعم المصري والرؤيه المصريه لا كانت القضية الفلسطينية اتجهت في مسار آخر، وكانت السيادة الدولية خطفها إلى مسار أنها تواجه تهديد وتواجه إرهاب وأنها تدافع عن نفسها للقضاء ما على ما تبقى من القضية الفلسطينية وتنفيذ المخططات الخبيثة في التهجير القسري الفلسطيني. لكن المقاومة المصرية التي قامت على فكرة المسارات المتوازية، المسار الإنساني، المسار السياسي، المسار الأمني والمسار القانوني الدولي، المسار الإنساني، كانت مصر واضحة في انها تقدم اكبر داعم للمساعدات الفلسطينيه. معبر رفح كما قال الرئيس السيسي لم يغلق اطلاقا تماما الا في بعض اللحظات التي قامت فيها اسرائيل بقصف المعبر، وهذا حدث 4 مرات من الجانب الاسرائيلي وقصفت الطرق، لكن مصر اصرت رغم التحديات التعنت الاسرائيلي على ادخال المساعدات. ايضا الى جانب المساعدات المصريه التي شكلت 80% من المساعدات، ايضا اتخرت مصر مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات العربيه والاجنبيه، وحدث الدعم الدولي لتخفيف المعاناه عن سكان قطاع غزه. ونحن نتكلم امس شاركت مصر وازدادت مصر ان مزيد من المساعدات الانسانيه عبر الانزال الجوي، وهو بيعكس حقيقه دور مصر في تخفيف المعاناه عما يضره الاشقاء في قطاع غزه. هذا المسار الانساني صار بالتوازي مع المسار السياسي الذي تضمن بعدين، وكما قال الرئيس السيسي البعد الاول هو اضغاط مخطط التهجير القسري، اضغاط هذا المخطط، لان اسرائيل تجاوزت مبدا الدفاع عن النفس الذي الى مبدا العقاب الجماعي وتخطيط الجحيم وتحويل غزه الى مكان لا يمكن العيش فيه، بحيث يتم دفع الفلسطينيين دفعا نحو النزوح من قطاع غزه باتجاه الدول المصريه. لكن مصر الصل يعني حقيقه شكل حائط صلب امام هذا المخطط الاسرائيلي. على هذا المسار السياسي كان هناك ايضا البعض الاخر المقابل ب الى جانب رابط التهجير القسري العامل على حل السياسي القضيه الفلسطينيه، باعتبار ان ما حدث في 7 اكتوبر وما بعده وما حدث من جولات
مواجهات دمويه بين الفلسطينيين عبر عقبين الاخيرين هي كلها عرض لمرض المرض واستمرار الاحتلال. وبالتالي استطاعت مصر والدبلوماسيه الفاعله والرئيس السيسي ان يضع قضيه فلسطين الاخرى في قلب اجنده المجتمع الدولي والكل الان، حتى الدول كانت بعمل لاسرائيل، الدول الاوروبيه يتكلمون عن 500 دوله فلسطينيه، بل بعضهم قال انه سيتجه الاعتراف بدوله من طرف اخر، وهذا بيؤكد على ان الحل السياسي والحل الدولي لهذا الصراع. وبالتالي بعد ان طورت القضيه الفلسطينيه خلال الاحداث العالميه والازمات العالميه الاوكرانيه ازمه كورونا، استطاعت مصر ان تعيد القضيه مره اخرى الفلسطينيه الى المسار الصحيح، الى قلب الاجنده والاهتمام الدولي، ورايناه في هذا الاجماع على الوجود ضروره سياسي وحل القضيه الفلسطينيه واقامه القضيه الفلسطينيه. هذا المسار الانساني مع المسار السياسي بالتوازي كان ايضا مع المسار الامني الذي تضمن بعدين ايضا. البعد الاول عمل مصر الدائم مجهودها التواصل لوقت دائم لاطلاق النار في قطاع غزه وتحقيق التهدئه لحمايه وحق الدم الفلسطيني، لان الوقت من دم هناك نزيف واعداد الشهداء يوميا بالعشرات، نقترب من 30,000 شهيد فلسطيني طبعا غير 70,000 مصاب. وبالتالي اتحركت مصر من خلال الوساطات تقديم، هي الدوله التي تقدم مبادرات للوساطه والعمل على الوصول الى صفقه لوقف اطلاق النار ومبادره الاسرى بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه، وايضا تتعاون مع الشركاء في قطر وامريكا. هذا التحرك المصري والذي نجح في عزله 24 نوفمبر الماضي وحاليا عنده حركات حثيثه ايضا سار مع البعد الثاني في المسار الامني، هو العمل المصري على منع توسع الصراع اقليميا وعدم اشتعال حرب اقليميه، وذلك بالتنسيق مع الشركاء. هذه المسارات الثلاثه الامنيه والسياسيه والانسانيه سارت مع المسار القانوني، وهو تحرك مصر على مستوى القانون الدولي على مستوى محكمه العدل الدوليه، وراينا المرافعه المصريه في التبعات الخطيره للاحتلال الاسرائيلي، تحرك مصر ايضا هي كشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي للمجتمع الدولي وحساباتها وتثبيت الحقوق الفلسطينيه. وبالتالي هنا ثلاث المقاربه المصريه، كان في الرئيس السيسي في تاكيده على ان معبر رفح وشريان الحياه ان مصر مقدم الاسئله المساعدات ايضا فيما يتعلق بالمسار السياسي، والتاكيد على حل الشام القضيه الفلسطينيه من خلال دوله فلسطينيه مستقله على حدود 67 واعتمادها القدس الشرقيه. وبالتالي هذه الاستراتيجيه المصريه والمقاربه المصريه شكلت صمام امان للقضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني. طيب يعني دكتور احمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا اكد على انه يامل في التوصل لوقف اطلاق النار في قطاع غزه خلال الايام المقبله. توقعاتك في اطار الجهود الدبلوماسيه والتي تبذلها القياده السياسيه المصريه بالتنسيق مع الاطراف المعنيه، الى اي مدى سيمكن التوصل الى وقف اطلاق النار يعني خلال الفتره المقبله؟ الواقع استاذ احمد ان مصر لديها ما يسمى سوق الاولويات، الان سوق الاولويات هو وقف هذا النزيف الدم الفلسطيني، وقف هذا العدوان، وقف القتال، ولذلك طرحت مصر التحرك للعمل على الوصول الى صفقه وتهدئه وهدنه طويله تمهيدا للتواصل الوقف دائم لاطلاق النار بالتعاون مع الشركاء في امريكا في قطر. انا في اعتقادي يعني كل مؤشرات تشير انها يعني هناك مؤشرات ايجابيه، خاصه بعد اجتماع باريس او باريس 2، وهناك الان حدثت كاس الدوحه ثم في القاهره، كان هناك يعني قناعه لدى الكثير من الاطراف خاصه باهميه ضروره وجود هدنه ووقف اطلاق النار على الاقل خلال شهر رمضان الكريم، وهذا يمثل اهميه كبيره حقيقه ل يعني الحياد المصري بدعم الشعب الفلسطيني ووقف هذه المعاناه ووقف هذه الادوان وهذا المخطط الخبيث. انا في اعتقادي ان التحرك المصري مع امريكا ومع الجانب القطري وايضا يعني عمل مصر على الوصول الى مساحه مشتركه بين اسرائيل وبين الفصائل الفلسطينيه يمهد او يساعد في العمل على الوصول الى صفقه ربما يعني شهدها قبل رمضان وفقا للمؤشرات والتحركات، تكون مقدمه ل او تمهيد مرحله انتقاليه لمرحله وقف دائم لاطلاق النار وانهاء هذا العدوان بشكل شامل. الرئيس أيضا أشار إلى أن مصر ستواصل مساندتها للنضال الفلسطيني حتى التوصل لدولة فلسطينية على حدود عام 67. يعني أهمية التمسك بهذا الهدف وتحقيقه من خلال الإرادة السياسية المصرية كيف ترى؟ طبعا
طبعا استاذ احمد، يعني الدوله الفلسطينيه في 67 وعسكر القدس الشرقيه تظل هي الهدف الاستراتيجي لمصر انهاء هذا الصراع بشكل جذري، وان وقف جرائم العنف والدم بين الاسرائيليين والفلسطينيين لن يكون الا بالسلام العازل والدائم. ومصر والرئيس السيسي اكثر من مره قرر وقال ان القضيه المركزيه هي القضيه الفلسطينيه. مفتاح الامن والاستقرار في الشرق الاوسط لن يكون الا من خلال حل شامل وعادل ودائم للقضيه الفلسطينيه من خلال الدوله الفلسطينيه وحل الدولتين تعيش دوار اسرائيل. هذه الدوله الفلسطينيه وهذا السلام العادل والدائم هو السياج الحقيقي لتحقيق الامن للمواطن الاسرائيلي ودوله اسرائيل. ليس لا يمكن من خلال سلسله القمع والقتل والتهجير القسري والحصار وصدارات الاراضي والتهويد والاستيطان والعدوان وكل هذا لن يحقق الامن لاسرائيل. وكان هذا درس 7 اكتوبر ان اسرائيل مع من كل ما ارتكبته من جرائم ومن سياسه القوه والامر الواقع والحصار والجدران العازله عبر عقود لم تحقق الامن للمواطنين. وبالتالي الطريق الوحيد والذي يمكنه حق درس التاريخ لابد من انهاء الاحتلال، لان استمرار الاحتلال هو اصل المشكله. لابد يكون هناك لهذا الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير كقوة شعوب الارض. وبالتالي هنا المنطق المصري يستند الى هذا الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير للولايات المستقله على حدود 4 يونيو 67، ايضا التوافق مع الشرائط الدوليه قرارات مجلس الامن قرار 42 وقرار قبلها قرار 81 قرار التقسيم. وبالتالي مصر ترتكز اسس راسخه، والمنطق المصري فيما يتعلق بانهاء الاحتلال ووقف العدوان الاسرائيلي ودعم الفلسطينيين ذاتهم هو بيستند وخطاب، يعني هو مقنع لكل، يعني خطاب لا يمكن لاي دوله في العالم ان تعارضه او تحجز عليه باستثناء فقط الجانب الاسرائيلي، لان كل الدول تعترف بحق التقرير المصري والشعب الفلسطيني من حق. وبالتالي كانت ضمن الرؤيه المصريه ان كل ما يحدث من مواجهات دمويه وعنف وقتل يدفع ثمنها الابرياء من النساء والاطفال. وقال الرئيس السيسي 27,000 من المدنيين دفعوا من الفلسطينيين ثمن هذه المواجهات. وبالتالي انهاء هذا الصراع، وقف هذه الدوامه، وقف هذه القتل والعدوان الاسرائيلي لن يكون الا من خلال السلام العادل. وبالتالي هنا كان احد التحركات المصريه وتثبيت الحقوق الفلسطينيه ورفض سياسه الامر الواقع، رفض سياسه الاستيطان، رفض سياسه الاحتلال، رفض احتلال او تغيير الحدود الفلسطينيه او تاريخ سكان غزه من قطاع، لان هناك حقوق مشروعه، هناك دعم الفلسطينيه. هذا الدعم المصري وهذا التحرك المصري شكل ضمان امان للقضيه الفلسطينيه والحقوق الفلسطينيه تثبيت حقه في تقرير التصريح القانوني للدولة. نعم، بالتأكيد كان هناك من حضور عدد من الأطفال الفلسطينيين في احتفالات قدرون الخلاف. هذا التضامن المصري مع القضية الفلسطينية باعتبار هي قضية مصر الأولى وقضية العرب الأولى، وحديث الرئيس عنه اليوم رسالة إلى العالم أجمع. ذلك كيف تراها من وجهة نظرك؟ اولا استاذ احمد، القضيه الفلسطينيه لا تخفى عن مصر لحظه واحده، هي في قلب اجنده السياسه المصريه والسياسه الخارجيه المصريه والتحركات المصريه. الرئيس السيسي لا يتحرك اي زياره واي محادثات مع اي رئيس دوله او زعيم سواء خارج مصر او في داخل مصر الا والقضيه الفلسطينيه في قلب وصلب هذه الاجنده وهذا الاهتمام وهذه الملفات. النقطه الثانيه، رسائل اليوم في قدرات الاختلاف واستقبال الاطفال الفلسطينيين هي اولا تعطي رساله بان مصر داعم اساسي للشعب الفلسطيني والتخفيف عن معاناته، أن مصر هي الشقاق بالنسبة للشعب الفلسطيني، ومصر دائما تحتضن الفلسطينيين، ورأينا مصر فتحت معبر رفح ليس فقط إدخال المساعدات وأيضا في المقابل خروج الجرحى والمصابين هناك في المستشفيات المصرية. هي رسالة للعالم أيضا بأن الشعب المصري يتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأن على مستوى الدولة ومستوى الشعب رأينا أن المساعدات الإنسانية كانت تشكل أو تعدل عن الثلاث بين الدولة المصرية والشعب المصري الذي كله يعني حقيقة يعني تحالف الاهلي العمل والحياة كريمة وغيرهم، كل من توافق طبعا المدني صارع، كل شعب مصري صارع لغاية ودعم الفلسطينيين. هي رسالة ايضا للعالم بحجم المعاناة التي يعانيها شعب قطاع غزة والسكان في ظل هذا العدوان غير المسبوق وهذا غير مبرر الذي ينتهك القرارات الدولية، وان هناك شعب يواجه الحصار والجوع والمرض بسبب هذا الحصار والتعنت الاسرائيلي ورفض ادخال المساعدات وقصف واستهداف الشحنات المساعدات. كل هذه رساله للعالم مخاطبه الضمير البشري، فان هؤلاء الاطفال لا ذنب لهم ولا جريره لان يدفعوا ثمن هذا العدوان الاسرائيلي وهذا القتل وهذا للنساء والاطفال اكثر من 30
1000 شهيد فلسطيني معظمهم من الاطفال والنساء، وبالتالي هي رسائل مصريه تؤكد التضامن المصري والدعم المصري ان فلسطين دوله وشعبا، وكل فلسطين حقيقه هي في قلب مصر، مصر الدوله، مصر الشعب، قلب القياده المصريه. هي رساله للعالم بضروره التحرك للعمل ودعم التحركات المصريه فيما يتعلق بوقف هذا العدوان وانهاء هذه الحرب ووقف معاناه وانهاء هذه معاناه الشعب الفلسطيني خاصه الاطفال والنساء. نعم، أشكرك دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، وينضم إلينا مباشرة من رام الله أشرف عكا الباحث والمحلل السياسي. يعني أستاذ أشرف أرحب بك على شاشة قناة النيل الأخبار، أسألك عن الأوضاع الميدانية مع استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي على مناطق كثيرة في غزة بالتوازي أيضا مع القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان رغم قرارات محكمة العدل الدولية، لكن هناك مجازر إسرائيلية متتالية لا تتوقف منذ ذلك. يعني كيف ترى هذا الصلف والعناد الإسرائيلي والتحدي للإرادة الدولية وأيضا للضمير الإنساني وإرادة الشعوب؟ هو دليل هزيمة وفشل وعدم قدرة على تحقيق الأهداف من جهة، أضف أن هذا الصلف والعنترية الإسرائيلية مستمرة في تحدي الإجماع الدولي، في تحدي المؤسسات الدولية خاصة الحقوقية محكمة العدل الدولية التي أخذت إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس كل أشكال القمع والحرب المستمرة والتجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. هذه مرحلة خطيرة، إهانة لكل المؤسسات الدولية، إهانة لمجلس الأمن الدولي، لمحكمة العدل الدولية، للجمعية العامة. هي محاولة للانقضاض على مرتكزات النظام العالمي. هذا ما يجب أن نقرأه في من هذا الصلف الإسرائيلي والدعم الأمريكي الغربي لإسرائيل. وبالتالي نحن أمام مرحلة فاصلة في تاريخ هذه المؤسسات الدولية، بقائها، وجودها، أهميتها لحفظ الأمن والسلم الدوليين. ولكن الآن تجري معارك ضارية في حي الزيتون. المقاومة الفلسطينية تستبسل في المقاومة ولديها القدرة على الصمود حتى هذه اللحظة. في كل أنحاء قطاع غزة معركة خان يونس مستمرة ومتواصلة، والمقاومة تبلي بلاء حسنا. الجيش الإسرائيلي يفقد السيطرة. الآن وزير الدفاع يتحدث عن حجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي. هذا دليل على أن هذه معركة ببعدها الاستراتيجي إسرائيل يخسر بكل الجوانب، ولكن نتنياهو يمارس كل أشكال التضليل والخداع والتصويت أملا أن يحقق صورة نصر ما في أي ثغرة. نعم، يحققوها. وأعتقد أن رد المقاوم وتحديدا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم إسماعيل هنية أن ما فشل تحقيقه في الميدان لن يحققوه في المكائد السياسية. هذا دليل على أن المرحلة بأبعادها السياسية والميدانية تعيش إسرائيل حالا من الأزمة والتيه والتخبط، ولكن آلة الحرب والدعم الأمريكي هو ما يمكنهم من استمرار تلك المجازر وحرب الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. طيب، وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث منذ قليل عن التوافق على قانون التجنيد وضرورة تنفيذ الخدمة العسكرية على الجميع. كيف ترى دلالة هذه التصريحات في هذا التوقيت، وما الذي يريد أن يوصله للعالم؟ هو استعداد للحرب باتجاه استكمال الحرب باتجاه رفح من جهة، والتصعيد باتجاه جنوب لبنان. لاحظنا وتيرة العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الأيام الماضية والساعات الماضية في جنوب لبنان، ومحاولة إسرائيل عمليا تهشيم الخطوط الحمراء التي كانت حكمت طبيعة المعركة في تلك الجبهة. أعتقد إسرائيل تتحضر إلى حرب شاملة كبيرة لا تأبه لا للضغوط الدولية ولا للدعوات الأمريكية ولا لإرادة المنطقة. ودعني أقول يبدو أن إسرائيل اختارت مسار الحرب والتصعيد على مسار المفاوضات والتهدئة والهدنة والصفقة. هذا ما يجب أن نقرأه الآن من هذه التصريحات، تصريحات وزير الدفاع فيها من الخطورة والدلالة العميقة أن إسرائيل ماضية في حربها ضد المنطقة وضد الشعب الفلسطيني، ولن تتراجع إلا بإرادة دولية جدية حقيقية ومواقف إقليمية حازمة وصارمة. لأن ليبدو أن هذا العدو يعيش حالة من الأزمة العميقة. نعم، المتجدرة في بناه وتوجهاته، ولهذا لا يمكن إلا أن يستمر
في هذه الحرب، ويبدو أنه يهيئ المجتمع الإسرائيلي للاستعداد للحرب، يعني تمديد الخدمة العسكرية والاحتياط وغير ذلك. هذا دليل على أن محاولة لتهيئة المجتمع الإسرائيلي لتقبل الاستمرار في الحرب، وتهيئة المجتمع لتلك الأثمان الباهظة التي يجب أن تدفع في سبيل ما سموه الحرب الكبرى والحرب الوجودية. وبالتالي يبدو أن أطروحات نتنياهو وشعاراته هي التي تتسيد المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، وتتحكم في توجهات إسرائيل، خاصة بما له علاقة باستمرار العدوان والحرب. هناك بيان كشفه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن نحو 30,000 من الجنود الإسرائيليين اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية منذ 7 أكتوبر، وأن نحو 85% من الجنود اضطروا إلى تلقي خدمات العلاج النفسي ثم عادوا للحرب مجددا. كيف تكشف هذه التقارير عما يعيشه الجيش الإسرائيلي من أزمات وضغوط متلاحقة؟ نعم، هذا دليل على أن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة ما زال قادرا على توجيه كل تلك الضربات وتكبيد الاحتلال خسائر أثناء تواصله. هو حتى هذه اللحظة لا يستطيع التثبت على الأرض ولا يستطيع السيطرة، هو ما بين كر وفر، اندفاع وهجوم وتراجع، ولا يستطيع الموضوع في كل تلك المناطق التي ادعى أنه دخلها وسيطر عليها. والدليل حي الزيتون ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ومناطق الشمال، مساء أمس تطلق صواريخ على سديروت. هذا دليل على أن المقاومة تدير معركة بامتياز، تدير معركة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من اقتدار وفهم عميق لمخططات الجيش الإسرائيلي. وأعتقد أن المقاومة كشفت خلال الساعات الماضية أنها تحضرت لمعركة زيتون بعد معلومات استخباراتية. هذا دليل على أن المقاومة ليس فقط مقاومة عادية، هي مقاومة تدير الحروب بكفاءة وعناية، وتفهم تماما ما يخطط له الاحتلال. وأعتقد فيها هذه المعلومة فيها من الدلالات العسكرية أن المقاومة تستطيع عمليا اقتناص جنود العدو. هذه المعلومة الاستخباراتية إما من جنود قتلى حصلت منهم على وثائق وخرائط المعركة، أو من تلك الطائرات التي تمكن المقاومة من إسقاطها تباعا. إذن المعركة مستمرة، وقدرة المقاومة على تكبيد هذا الاحتلال أثمان باهظة تجبر الجيش الإسرائيلي والمؤسسات الصحية وغيرها على الاعتراف بهذه الخسائر، لأنه المجتمع الإسرائيلي يجب أن يتعود هذه النظرية الآن على تلك الأثمان والخسائر، لأنها حرب كبرى، حرب وجودية، حرب تأمين المجتمع الإسرائيلي. العمق الإسرائيلي بعد 5 شهور من هذه الحرب لا يستطيع إعادة السكان مستوطنات الغلاف أو الشمال. هذا دليل على أن الوضع الميداني ما زال غير قادرين على تحقيق إنجاز أو تأمينه. الوضع الميداني متفجر، المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرة على الصمود ومواصلة القتال بكفاءة واقتدار. هذا ما يجب أن نفهمه، ولكن إعلاناتهم هذا يهيئ المجتمع الإسرائيلي لتقبل الخسائر وأن الحرب ستطول وستطول، وبالتالي هناك أثمان علينا أن ندفعها. هذا ما تحاول أن تهيئ القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل، تهيئ المجتمع لقبول ذلك والتعاطي معه، لأن هذه الأثمان بالضرورة تؤثر على المجتمع الإسرائيلي لكي لا يتظاهر ضد نتنياهو، لا يتظاهر ضد الجيش الإسرائيلي، ضد استمرار هذه الحرب. وأن العملية معقدة وتحتاج إلى وحدة وطنية كما يدعو ذلك، ولهذا هو دليل واضح على ذلك الفشل المتواصل، تلك الإخفاقات الكبرى التي يعيشها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وفي لبنان على حد ذاته. نعم، اليوم عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن اعتقاده بضرورة أن تدرك حماس ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة. كيف ترى هذا التصريح في هذا التوقيت، وكيف يمكن لذلك أن يقطع الطريق أمام إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة؟
يعني قطع الطريق له علاقة بالوحدة الوطنية والمصالحة والتوافق الإقليمي. وأعتقد أن ما جرى خلال الأيام الماضية من لقاءات في الدوحة وبعض التنسيق والتسريبات مع يعني بين اللقاءات على مستوى الفصائل الفلسطينية، تم الاتفاق على رؤية فلسطينية لمواجهة التحديات. وأعتقد أن مقدم ذلك له علاقة باستقالة الحكومة الفلسطينية. حاول الرئيس الفلسطيني الاستجابة للضغوط الدولية واستباق تلك الضغوط التي تؤثر بالضرورة على الرؤية الوطنية الفلسطينية الشاملة وعلى المشروع الوطني ككل، لأنه لا يوجد حلول جزئية لقطاع غزة سواء كان بما له علاقة في الحرب أو غير ذلك من ترتيبات بعد الحرب. وبالتالي يعني الشروط التي وضعتها القيادة الفلسطينية له علاقة يعني بانسحاب وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي والبحث توافق سياسي، ما إضافة لذلك تمكين الحكومة الفلسطينية المرتقبة إذا ما أخرجت الأمور خاصة يجب أن تكون في إطار توافق وطني. التوافق الوطني ليس بالضرورة أن تكون فصائلية، ولكن الفصائل الفلسطينية قيادة الشعب تتفق على صيغة ما لهذه أدوارها ومهاماتها وتشكيلتها لكي إعادة الإعمار كاستجابة أولا لتلك المواقف الدولية، ولكن يبقى الإطار الناظم لها ومرجعيتها هي يعني المرجعيات الوطنية الفلسطينية في إطار حماية المشروع الوطني من أي محاولات إسرائيلية أو خطط إسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية أو عمل معالجات جزئية لغزة. نعم. يعني على حساب يعني كل القضية الفلسطينية. ما يبحث الآن وطنيا هو كيف السبيل يعني لاستثمار ذلك الزخم الدولي، خاصة أن يعني بعد هذه الحرب القضية الفلسطينية أضحت وأصبحت حاضرة في المحافل الدولية، والكل يبحث عن تلك الحلول وضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية. وبدت يعني حتى يعني بعض الإشارات السياسية من الولايات المتحدة والدول الغربية بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمدخل. نعم. أساسي لتهيئة يعني المنطقة لتقبل تلك الرؤى والطروحات الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة لما له علاقة بالصفقة الإقليمية. هذا كله يعني أعتقد يحتاج إلى ترتيبات فلسطينية داخلية. لقاءات. نعم. موسكو ستكون حاسمة، محطة موسكو غاية في الأهمية على اعتبار أنها جاءت في توقيت يعني مناسب وفي ظروف ضاغطة. نعم. وتحديات كبرى. تمام، أشكرك الأستاذ أشرف عوكة الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من رام الله. وينضم إلينا هاتفيا أيضا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور مختار، يعني بالتأكيد التعاون المصري المشترك مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا في إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة، كيف ترى هاما كنوع من الاختراق للحصار والتجويع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني؟ تحياتي ليك ابتداء وتحياتي لمشاهديك. يعني بالتأكيد هاما، وخليني أضيف لك كلمة مهمة جدا، هاما ومقدسا. وأنا متصور أن هذه الخطوة كانت ضرورية في ظل عناد إسرائيلي وفي ظل سياسة التجويع والعقاب بالتجويع الذي تمارسه إسرائيل بعد أن فشلت في العقاب بالحصار أو العقاب بالإبادة أو العقاب بمزيد من المجازر التي ارتكبت في حق النساء والأطفال. لجأت إلى العقاب بالتجويع ومنعت مرور الكثير من المساعدات الإنسانية وقوافل الغاز إلى شمال قطاع غزة تحديدا، بعد أن وصل الأمر بهذا القطاع في الشمال قطاع غزة إلى مشارف أنه بدأ يأكلوا علف الحيوانات وورق الشجر وغيره من مثل هذه الأمور. فكان حتميا أن تتم هذه الخطوة بالاشتراك مصر ومعها الدول اللي معاليك أشرت إليها، وهي خطوة مهمة. ونتمنى أن يتبعها خطوات من قبل دول العالم العربي بجميعه وعلى مستوى الدول العالم المتحضر المتعاطفة مع الواقع الفلسطيني، لأن سياسة التجويع سياسة للأسف الشديد مؤسفة، والكيان الإسرائيلي مارس ما لم يمارسه أحد على مدار التاريخ بحكم هذا الهلاك وهذا الدمار المروع وهذه السياسة وسياسة التجويع التي تمارس ضد الأطفال وضد النساء. يعني على صعيد أيضا الجهود المصرية بالتعاون مع
أمريكا وقطر للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إلى أي مدى تتوقع أن يتم التوصل إلى ذلك قبل شهر رمضان، خاصة أن صحيفة تايمز أوف إسرائيل أشارت إلى أن هناك اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي غدا لبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة؟ شوف، يعني هناك إشكالية في الداخل الإسرائيلي ابتداء. حديث أيتمار بن غفير، هذا الرجل الأكثر تطرفا في الداخل الإسرائيلي، بأنه عند وقف إطلاق النار سوف ينسحب من الحكومة، هذا واقع. الأمر الثاني، هناك حديث ورد عن بايدن الرئيس الأمريكي بأنه يأمل قبل الاثنين القادم أن نصل إلى أو أن تصل الأطراف إلى توافق لإيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين لدي الجانب الإسرائيلي ولدي جانب المقاومة الفلسطينية، وحدد الرئيس الأمريكي يوم الاثنين القادم. هل بحديث الرئيس الأمريكي هناك يعني مشارف الوصول إلى هذا الأمر، خصوصا أن هناك جهود حثيثة بتبذل من قبل مصر ومن قبل قطر تحديدا في هذا السياق للوصول إلى هدنة إنسانية وفق توفيق آراء الطرفين، واحد مقابل 10 أو 30 35 أسير إسرائيلي لدي المقاومة مقابل 400 لدي المعتقلين والمحبوسين لدي إسرائيل، وهدنة على مدار 40 يوم أو 6 أسابيع حسب ما يتم يعني تسريبه من حديث. الأمر من وجهة نظري بشكل أساسي ورئيسي على حجم ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وما تريد أمريكا تحديدا، لأن أنا وجهة نظري حتى بصرف النظر عن حديث الكثيرين عن الأزمة في الداخل الإسرائيلي أو عن تهديد المتطرفين بالانسحاب من الحكومة أو سقوط هذه الحكومة أو محاكمة نتنياهو أو غيره، لكن أنا وجهة نظري أن الأزمة الحقيقية هي لدي الجانب الأمريكي. هل هو راغب حقيقة في أن يمارس ضغوط على الجانب الإسرائيلي للوصول إلى هذه الهدنة ويحفظ ما وجهه أمام المجتمع الدولي والإقليمي في ظل هذا العناد الإسرائيلي ولا لا؟ يعني أنا متصور الأيام الموجودة والأيام القادمة القليلة حاسمة في هذا النطاق، لأنه حديث الرئيس الأمريكي بأنه قبل الاثنين يأمل في الوصول إلى إيقاف إطلاق نار، أنا متصور أنه حديث واجب أن احنا نقف عنده ويعني ونراقب أداء الوسطاء وكيفية الردود من قبل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. نعم، أشكرك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية المباشرة، لكن متابعتنا متواصلة على مدار اليوم لكل ما هو جديد محليا وإقليميا ودوليا على رأس الساعة، نشرة إخبارية. كونوا معنا دائما على شاشة النيل. تحياتي، إلى اللقاء.